السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بتمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه خفيفه للعشاء ولا للفطور ان شاء الله، وهي مرقه خفيفه بالفيون داشي. للمقادير عندنا اولا فيون داشي ولا اللحم المفروم، لازم لنا كميه من اللحم المفروم، لازم لنا التوابل تاع اللحم المفروم اللي هي الليمون تاع على جهه، توابل اللحم المفروم اللي هي فلفل اسود، شويه ملح، توابل خاصه باللحم المفروم، كمون، سكنجبير ولا زنجبيل. هذه فيما يخص اللحم المفروم. وعندنا ايضا سنينه تاع ثوم مفرومه جيدا. اما فيما يخص المرق، عندنا 4 حبات بصله، بصل صغير بلا ما نقطعوه، يقعد كيما هكا. عندنا حبه طوماطيس، عندنا ملعقه كبيره تاع طماطم مصدره، وعندنا فص ثوم ثاني مرحي، وعندنا الحمص المنقوع، عندنا زيت طبعا، عندنا فلفله حمراء تحميره، عندنا زنجبيل، فلفل اسود، زعفران، وعندنا هنايا القرفه حتى نستعملوا العود قرفه، وعندنا لاتوال نجمه الارض. نبدو على بركه الله. الملح سيط المائده كما يقول لك، ما نساوش. نبدو نتبلو في الكفته تاعنا. بسم الله، نحطو كل التوابل بلا ما نمسو الثوم، نخلط الكل مع بعض. الان راهو المرق، نحطو الزيت ما نكتروش، نحطو البصل كما راكم تشوفوا، لاخاطرش هذا غادي يجي شكل محمر، من بعد نوخرو كاع البصله، طوماطيس، طماطم المصدره، والثوم. الان نديرو هذا يتقلب جهه واحده اخرى. كي تقلنا المرق تاعنا هذا، نرفعوه بشويه مدافئ ونحطو فيه الكفته تاعنا، وان شاء الله وتعطروها اكيد بالعطور، وان شاء الله دوك نشوفوها في طبق التقديم، لانه هذا حاجه خفيفه كما قلت لكم وما تديش منكم الوقت بزاف، 20 مينوت تكون طابت ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الطبق تاعنا تاع اليوم المرقه باللحم المفروم راه وجد معنا حقيقه، راهي شهي، جربوه وان شاء الله يا ربي تنجحوا فيه. كما راكم تشوفوا قدمته مع بطاطا مقليه، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.